التعليم هو أهم شيء عندي بالحياة. أنا بدي أحكي كلمة إنه اللي مثلي لازم قاعد على كرسي، لازم إنه هذا ما يأس من حالته، لأنه هو كمان بدرس بتعلم بستفيد. هي المهنة بالفعل إنها مهنة رجال، في كمان مرأة في كل المجالات المرأة دخلت فيها، ليش يعني إنه ما تدخل هذا المجال؟ إنه في بنات بيكونوا حابين يشتغلوا هالشي، بس بيحكوا لهم إنه هاي بس للشباب، البنات ما لهم، والبنات طيب. وفي شوي من مجتمعنا إنه بعده لهسه رافض فكرة إنه وحدة على الكرسي تداوم. بدير بالي على الأولاد إن شاء الله، وأهم شيء عندي دراستهم. وحاليا يعني صح إنه الشعب صعب يتقبل انه فكره انه مره تشتغل كسباكه، وبيلجأوا دائما يعني انه اكثر شيء للرجال. من سوريا مقيمه بالاردن. هلا اول ما اجينا على الاردن ما كنت حابه هذا الشيء. لما بلشنا ندرس نختلط مع الاردنيين كثير مبسوطه اني انا هون، فانه يعني هون حياتي صارت. بس صارت الاحداث هناك، صار الطيران وصار في تدخلات يعني، فخفنا كثير على الاولاد، واكثر شيء كانت رنيمة تخاف. تهدم بيتنا فاضطرينا نطلع. يعني إشي بخوف أول ما إجينا يعني، فكانت نتأقلموا علينا وإحنا تأقلمنا عليهم، فصارت الشيء يعني إشي عادي عندنا. يعني في أمن هون الحمد لله، في استقرار. يعني بما إنه الواحد جاي من حرب ومن ضرب وكذا يعني، ونفسي تعبانة. في سوريا ما كان عندي عمل محدد، إنه كنت امرأة متزوجة بسبب الحرب وسبب الظروف. أجبرتني إني أنا أعتمد على حالي وإني أشتغل. أنا كنت حابة أكون قيادية أو إنه مدربة، بس قبل كنت فكر إنه لا، بس هاي بس للشباب، إنه البنات ما لهم دخل. المساواة بين الجنسين إنه تعطي البنت مثل ما بتعطي الشاب، أو تعطي الشاب مثل ما بتعطي البنت. شوفوا رنيم إشي يعني مش طبيعي. تروح وتيجي معي عشان إنه طلعني هي على الطابق الرابع أو هاي اللي فوق هون، كنت أنا بالمبنى الزهري، أمي طلعني وتنزلني لحتى يخلص الدوام. وبدفع أجار البيت أنا وأبي بزلمة كبير عمره 70 سنة، طبعاً ما فيه يشتغل. وعندي الوالدة الله يطول عمرها كمان مرة كبيرة، وبنتي اليتيمة وأخي المعاق، طبعا كلهم بدهم مين يعينهم. أنا بحب الرياضة، بحب أثر بالناس، يعني أنا شخصية اجتماعية. رحت على الدورات وتعلمت وهلأ أنا قائدة. بعدين الحمد لله يعني أمنوا لها صف، شالوا الكرفانات وصارت صف. من الألمانية كأنه ورطوا كثير يعني، رام بتطلع والمغاسل برا بالساحة، وفي مظلية وفي مكان تقعد فيه هي ورفقاتها. صار في هالسنوات
زرع بالمدرسة. صار يعني في إشي هيك يعني بالمدرسة يشرح القلب، إنه والله وهي رنين بتحب المدرسة كثير. كنت كثير مبسوطة في التدريب. وأخذنا وقت، كان المدربين كثير كويسين، علمونا على تركيب الأنابيب بالمغاسل بالخزانات والسخانات الشمسية. التعليم هي مثل تنمية فكرية، توعية، كثير أشياء. كانت العالم يعني اللي تشوفني يعني خلص كافي، أمورها تمام، تعرف تقرأ، تعرف تكتب، يعني فيش داعي لأنه تكمل، يعني شو بتطلع منها. كانت أني كلمتي إلهم لا كافي، لا مش مطولة، مستقبلها بالدراسة أكثر إشي. لكن بوجودي مع البنات وبوجودي مع المدربين والمدربات يعني صارت ثقة بنفسي أكبر، ما بنسى فضلهم علي أبدا. وماشي حالي الحمد لله، وبعدنا عم نتعلم.